الطلبة، أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور. طبعا بحلقتنا لليوم رح نتعلم كيف احنا بننصب نظام الأبونتو أو توزيعة اللينكس أبونتو على الفيرتشوال بوكس. طبعا بالبداية رح نفوت على موقع أبونتو.com اللي هو الموقع الرسمي أو الراعي الرسمي للأبونتو ديستريبيوشن. رح نفوت على كبسة الداونلود، على داونلود مباشرة رح يبدأ عنا أو رح تبدأ عنا عملية التحميل. فنرجع للفيرتشوال بوكس، هنحط نيو، نكتب أبونتو. هنلاحظ إنه مباشرة أعطاني إياه أبونتو. هنروح على المكان اللي إحنا حابين ننصب فيه النظام وهنختار الأبونتو. هنختار الرام دائما تقسيم 2، 25 جيجا كافي، وهنضغط على فينش ولح نفتح نظام الأبونتو عشان نبدأ بمرحلة التنصيب. طبعا رح يطلب منا بالحالة ان نعطيه ملف التنصيب، رح نروح نعطيه ملف التنصيب، هذا هو اللي حملناه احنا. هنضغط mount and retry boot. try or install Ubuntu Ubuntu Safe Graphic، فرح نضغط على try or install Ubuntu. طبعا حننتظر فقط لحظات عشان يحمل ملفات السيستم وملفات النظام عشان نقدر نفوت ونبدأ بمرحلة التنصيب. طبعا مثل ما انا ملاحظين فتح عندي نظام الأبونتو. في عندي انا try Ubuntu or install Ubuntu، فراح اضغط على install Ubuntu. هاختار اللغة English، هاختار له what apps would you like to install to start with، normal installation، minimal installation. رح نختار normal installation. other options انه عم يطلب منا انه ننصب الداونلود ابديت وايل انستولينج ابونتو، فرح نخليها مفعله. وانستول ثيرد بارتي سوفت وير فور جرافيك اند واي فاي هارد وير اديشنال ميديا فورمات، فرح نختارها. طبعا اكيد هذا الشيء بيساعدنا، ورح نضغط على كونتينيو. طبعا بهالحالة عم يطلب منا احنا شو هو الديسك اللي احنا بدنا اياه. تمام، طبعا رح نخليه على الانتري ديسك وانستول ناو. طبعا هو هون بهالحالة عم يقلنا شو اللي حيصير للتشينج على البارتيشنز، رح يصير اي اكس تي 4 وهي هي منطقة السواب، فرح نضغط على كونتينيو. Where are you from؟ رح يختار المنطقة، رح نخليها بدبي. طبعا انت رح تظهر عندك المنطقة بناء على المكان اللي انت موجود فيه. Your name، الكمبيوتر نيم، والبيك يوزر نيم هو الفيدوفا، والباسورد مثل ما تعودنا بنخليها دائما روت لسهولة الاستخدام. require my password to login، طبعا use active directory، لا ما بدنا اياها. حنضغط على continue، فرح نلاحظ انه حاليا بلش عملية التنصيب. طبعا ممكن تحتاج بعض الوقت لحتى يتم التنصيب بشكل كامل، فرح نرجع من جديد بس يخلص التنصيب.
طبعا اصدقائي بهالحاله بيكون احنا خلصنا عمليه التنصيب، وضح عنا ان الانستليشن از كومبليت، حنعمل ريستارت ناو عشان نجرب السيستم تبعنا اذا كان فيه اي مشاكل او شغال من دون اي مشاكل. حننتظر فقط ثواني عبين ما يعمل الريبوت. طبعا أول عملية بدء لأي نظام ممكن تحتاج بعض الوقت عبين ما يقدر يحمل كل المواضيع. مثل ما احنا ملاحظين لحد هلا ما في عنا اي مشاكل ظهرت على السيستم، هو فقط بحاجة لبعض الوقت عشان يتم الاقلاع. طبعا حاليا فتح النظام معنا، فرح نفوت على اليوزر اللي هو الفيدوفا اكسبلويت اللي احنا سبق وعملنا اليوزر نيم تبعه فيدوفا، وراح نحط الباسورد اللي احنا اخترناه سابقا ضمن عملية التنصيب. راح نلاحظ ان السيستم راح يفتح معنا من دون اي مشاكل. بالحالة احنا طبعا بيكون نصبنا نظام الديبيان، عفوا نظام الابونتو، صار في عنا نظام الابونتو. رح نتأكد بس من الفايلات تبعه، هنشوف كمية الابليكيشنز الموجودين عندي. في عندي كمية ابليكيشنز، في عندي المايكروسوفت اوفيس، وفي عندي يوتيليتيز، وعندي بعض البرامج اللي ممكن انا اعمل عليها اطلاع شوي شوي. بهالحالة طبعا بيكون في عندي انا صار ابونتو موجود على اللابتوب تبعي على فيرتشوال ماشين، بقدر استخدمه ايمت ما بدي وبقدر اني واقفه ايمت ما بدي. طبعا رح نشوفكم بحلقات تانية ان شاء الله نحكي فيها اكثر عن نظام الابونتو، وشكرا جزيلا لكم على الحضور.